كريم العطايا طالبك يا كريم، تحفظ الدار بمرك يا عليم النوايا، يا تميم المراجل شيخنا يا تميم، نافل بين جيلك في جميع البرايا، يا تميم المراجل. أيها الإخوة المتابعون، مستمرة انطلاقات ميدان التحدي في مساء هذا اليوم، وهجني أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. شوطا يليه شوط، أسماء تصل وأسماء تنطلق، شعارات مميزة حضرت اليوم، أسماء قوية صاحبة إنجاز وتاريخ مشرف اليوم شاهدناها في ميدان التحدي. نتمنى التوفيق لها إن شاء الله في هذا الموسم المميز بإذن الله تعالى، سنشاهدها في أشواط الرموز. انطلق متابعينا الكرام قبل لحظات شوطنا الحادي عشر الخاص بالثنايا البكار مباشرة إلى المركز الأول. هنا سيطرة على المركز الأول، تعود ملكية سيطرة لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم الثاني حمد بن محمد الدهم في المتابعة. المركز الثاني توزيع لهجن الشحانية بقيادة سالم بن فاران المري. ثالثا جمرة لهجن الشحانية أيضا محمد بن خالد بن عبد الله العطية في المتابعة. المركز الرابع سيدة وشعار هجن الرئاسة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بقيادة راشد بن بخيت بن علي بن مقارح. المركز الخامس وصول أرزنة، مرحبا بأرزنة، هذه أرزنة لهجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في المتابعة والتضمير. أرزنة اللي على المركز الخامس، ختمنا مع أرزنة نداءنا في هذا الشوط، نداءنا الأول طبعا أسماء قادمة وحاضرة في هذا الشوط، نتمنى لها التوفيق إن شاء الله، نتمنى لها التوفيق، نتمنى لها التوفيق. بدأ المضمرون بالاستعداد، بدأ المضمرون بالتجهيز، بدأت الأسماء بالظهور، أسماء 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 شاهدناها العام الماضي يا إخواني، شاهدناها في الختاميات هنا في الشحانية وفي المرموم وفي الوثبة، أسماء شاهدناها حضرت بأشواط الرموز، اليوم تشارك مشاركة بدائية، مشاركة استعداد، مشاركة مميزة لها في هذا المساء مع سن الثنايا. طبعا العام الماضي شاهدناها مع سن الجذاع، شاركت وحضرت بهذه الشعارات المميزة، واليوم تشارك مع سن الثنايا مع الكبار ومسافة الكبار. سيطرة على المركز الأول، مسيطرة ومنطلقة لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم الثاني حمد بن محمد الدهم في المتابعة، يقود الأسماء شعار سعادته على المركز الأول. المركز الثاني الشحانية تقدم اللي بالمركز الثاني، وهذه توزيع لهجن الشحانية مع سالم بن فران المري، اسم قوي اسم مميز يقدم الذهبي سالم بن فران المري على المركز الثاني، يتواجد الذهبي اليوم حاضرا منطلقا مع شعار الشحانية. المركز الثالث سيدة على المركز الثالث لهجن الرئاسة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة القادمة، هذه سيدة من العاصمة أبوظبي بمتابعة راشد بن بخيت بن علي بن مقارح المطوع، هذا هو المطوع حاضر اليوم، نتمنى لها التوفيق إن شاء الله. أبو بخيت اليوم حاضر، نتمنى له التوفيق ولإخوانه المضمرين. المركز الرابع، أنتقل إلى المركز الرابع.
في هذه اللحظة جمرة على المركز الرابع لهجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية في المتابعة، ويضمر جمرة اللي تحتل المركز الرابع. المركز الخامس متابعين الكرام نتابع شعار الشحانية يتقدم على المركز الخامس، وعندنا أرزنة على المركز الخامس، أرزنة لهجن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم بن وهيبي. هذه هي أرزنة بتاريخها المشرف، حاضرة منطلقة مع هذا المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. سلامي عليك، سلامي عليك الوهيبي، اليوم بالفورمة أبو محمد، اليوم حاضر معنا اليوم بكل الأسماء المعروفة هناك في هذا المساء. شاهدنا أسماء ولم نشاهد أسماء، هناك أسماء لم تظهر اليوم عند الوهيبي، أسماء مميزة نتمنى إن شاء الله أن نراها في السباقات القادمة في ميدان الشحانية، نتمنى التوفيق. إذن أرزنا على المركز الخامس، أرزنا على المركز الخامس لهجن الشحانية مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. على المركز الخامس نتقدم إلى المركز الرابع، سيطرة لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني حمد بن محمد الدهم في المتابعة. نتقدم قليلا لنجد جمرة لهجن الشحانية على المركز الثالث، يتابعها محمد بن خالد بن عبد الله العطية في المتابعة والتضمير. المركز الثاني عندنا المركز الثاني في هذه اللحظة، توزيع لهجن الشحانية مع سالم بن فاران المري، ونتقدم إلى أن نصل إلى مقدمة الشوط وهرم هذا الشوط. معنا سيد المنطلقة في هذه اللحظة بعد أن تجاوزنا لوحة الأربعة كيلو مترات عن خط النهاية، وسيدة لهجن الرئاسة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والقادمة من العاصمة أبو ظبي ومن ميدان الوثبة في هذا المساء. مرحبا بكل المشاركين معنا من أشقائنا من دول مجلس التعاون الخليجي الحاضرين والمشاركين، سواء من أصحاب السمو الشيوخ والسعادة ومن أبناء القبائل من حضروا، أيضا من المملكة ومن الإمارات ومن السلطنة ومن الكويت. مرحبا بهم في ميدان التحدي مع إخوانهم في ميدان حضرة فيه الكثير والكثير من الأسماء والمشاركين من أبناء دول مجلس التعاون. نرحب بهم في هذا الميدان، ميدان التحدي. عودة إلى سيدة، نشوف سيدة مسيطرة على المركز الأول، منطلقة ومندفعة على المركز الأول في هذا التقدم لهجن الرئاسة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. على المركز الأول مع هذا التقدم يقدمها راشد بن بخيت بن علي بن مقارح مع المركز الأول. يا سلام، المركز الثاني، توزيع على المركز الثاني لهجن الشحانية. يلا يا توزيع، يلا 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 يا توزيع، يلا يا الذهبي. العطية قادم مع جمرة على المركز الثالث، وأرزنة قادمة على المركز الرابع، وعندنا في المركز الخامس زاهية لهجن الشحانية. أول نداء لزاهية المحتلة للمركز الخامس، يقودها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يعني الوهيبي عنده ثنتين في دائرة المراكز الخمسة الأولى، يعني الخطورة مع الوهيبي اليوم، الخطورة مع الوهيبي اليوم. اليوم الوهيبي قدم أسماء، قدم أسماء قوية وأسماء مميزة. حصل على خمسة أشواط سلطان الوهيبي كمضمر فائز اليوم، خمسة أسماء، خمسة أشواط أخذها الوهيبي مع شعار هجن الشحانية. يا سلام يا سلام، عودة إلى المركز الأول، شعار الرئاسة على المركز الأول يا أخواني، شعار الرئاسة على المركز الأول. المتقدمة سيدة لهجن الرئاسة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، يقودها راشد بن بخيت بن علي بن مقارح، المضمر الخطير، المضمر الخطير والقدير، شيبتنا القدير، هذا هو راشد بن بخيت.
بن مقارح المريح المركز الأول متابعا لسيدات تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مع شعار الرياسة. المركز الثاني يلا يا توزيع، المركز الثاني لهجن الشحانية بقيادة سالم بن فران المري، يا محمد يا بن خالد يا العطية يلي تقود جمرة. على المركز الثالث اقتربنا من افتتاح الكيلومتر الأخير يا العطية، على المركز الثالث حرك جمرة شوي، على المركز الثالث جمرة لهجن الشحانية مع محمد بن خالد بن عبد الله العطية، وهنا أرزنة على المركز الرابع لهجن الشحانية ويقودها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وراء وزاهية على المركز الخامس بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي بشعار هجن الشحانية. يا سلام، شوفوا التقدم يا أخواني على المركز الرابع بلقيس، أول نداء لبلقيس على المركز الرابع، تقدمت بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم خالد بن المر بالحلوة الكتبي القادمة من المرمون، لكن المقدمة مع سيدة شعار الرياسة على المركز الأول. شعار الرياسة راح بالناموس، شعار الرياسة مع هذا التقدم التابع على المركز الأول وعلى الصدارة سيدة لهجن الرياسة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. راشد بن بخيت بن مقارح في المتابعة والتضمير. يا سلام، جمرة على المركز الثاني، وتوزيع المركز الثالث، ولكن سيدة الأقرب للناموس، الناموس مع سيدة، سيدة التابعة لهجن الرياسة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة القادمة من العاصمة أبوظبي. مرحبا بكل الحاضرين، مرحبا بكل المشاركين، هذه سيدة، سيدة تفوز، سيدة تنتزع الناموس لتهدي أشقانا بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وهجن الرياسة مع هذا الفوز، فوز سيدة بالمركز الأول. تهنئة للمضمن راشد بن بخيت بن علي بن مقارح المري، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت جمرة لهجن الشحانية على المركز الثاني، المركز الثالث توزيع لهجن الشحانية، المركز الرابع ظن لهجن الشحانية، المركز الخامس بلقيس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. تهانينا والناموس لهجن الرياسة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فوز سيدة بالمركز الأول وحصولها على الناموس. قادها راشد بن بخيت بن علي بن مقارح، التوقيت الزمني 12 دقيقة 55 ثانية، وفاء وتماما بدون أي أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني جمرة لهجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد بن عبد الله العطية، توقيتها الزمني لحظة وصولها إلى خط النهاية 13 دقيقة 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية. توزيع المركز الثالث لهجن الشحانية بقيادة سالم بن فاران المري، توقيته الزمني 13 دقيقة 8 ثواني، جزئين من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.